أولا انتبه، في شهر الله المحرم الله علمنا وذكرت هذا من قبل أنه إذا أعظم الأجر أعظم الوزر. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعاشوراء هذه فاتك في سنة وكف سنة التي قبله. في المقابل من يعمل الأوزار والموبقات والمصائف في محرم يتضاعف عقابه، كما في نبهنا مولانا في أزواج النبي الله وسلم عليه، يعني ومن يخرج من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين، وقال من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، كما أكرمت هددت بمضاعفة العذاب حاشاهن، وكما عظم البيت الحرام، البيت الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. في المقابل قال ربي قال المولى سبحانه وتعالى نعم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وفي المدينة بألف صلاة. وقال في الصحيح مسلم وغيره من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هنا أيضا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر عموما، وأهل التفسير انقسموا هل هي الأشهر كلها، هي الأشهر كلها، أم هو المقصود الأشهر الأربعة الحرم من غير ثمانية، وقال جمع من الصحابة وكثير من التفسير هي ترجع إلى الأشهر الحرم وهذا المناسب. فبيقول لك ربي فلا تظلموا فينا أنفسهم، كما عظمها ربي وجعل أشهر الحج جعل بعضها من أشهر الحج إلى غير ذلك، فإنه يعظم الوزر فيها، بمعنى في محرم إما أن تستقيم وإما أن تترك الموبقات، فلا أقل من تترك الموبقات. هذا بيان للناس.